سلام الله عليكم مشاهدنا الكرام، مرحبا بكم معنا في حصتكم حيلة وعسيلة. كما جرت العادة كل مرة حيلة وعسيلة جيب لكم كيفية ولا حلوة معسلة هكذا باش تستمتعوا بها في شهر رمضان، في صحة شهر رمضان. اليوم كذلك جبت لكم زلابية على الطريقة التونسية، تبعوا معايا طريقة تحضير ومقادير تاع هاد الزلابية. قلنا الطريقة التونسية، هاد الزلابية نسحقوا هنا يا زوج كيسان تاع السميد يكون متوسط، والكاس تتكيلو به سميد تتكيلو به كاس فارينة، زوج كيسان سميد متوسط كاس فارينة. عندنا زوج مغارف كبار تاع السكر، زوج مغارف كبار خميرة تاع الخبز، حبة بيض، وعندنا زوج مغارف زبدة، زوج مغارف تاع زيت، وكذلك عندنا كيس تاع خميرة كيميائية، زوج أكياس تاع سكر فانيليا. وطبعا نسحقوا كذلك عسل باش نعسلوا هاد الزلابية، ونسحقوا كذلك زيت باش نقليوا هاد الزلابية ومزهر. هذا بالنسبة للمقادير، نروحوا دروك مشاطين طاقة تحضير تاع هاد الزلابية. راح هنا نكيلو، قلنا زوج كيسان تاع السميد يكون متوسط، قلنا زوج كيسان تاع السميد يكون متوسط، واللي كيلت به السميد راح نكيل به فارينة. هكذا نخلطوا كل شيء مع بعض هكذا بهذه الطريقة. وراح نزيد قلنا كيس تاع خميرة كيميائية، خميرة تاع الخبز، وزوج أكياس تاع سكر فانيليا. هكذا نزيدوا كيس خميرة كيميائية، وقلنا زوج أكياس تاع سكر فانيليا. نزيدوا خميرة تاع الخبز، نزيدوا السكر، هكذا نزيد حبة تاع البيض، وقلنا نزيدو كذلك زوج مغارف تاع الزيت. وزوج مغارف تاع الزبدة تكون دايبة. هنا ندفيو الماء، هنا لازم نشمخو هاد الزلابية بالماء يكون دافي، ماء وماء زهر. هكذا نخلطو هكذا. نروح نجيبوا المزهر، هنا قلنا ندفيو الماء، وراح نزيد له شويه مزهر، وراح نطم به هاد العجينه تاعنا. وهنا قلت لكم دائما لازم تخيروا النوعيه تاع المزهر اللي تكون مليحه. هكذا نعجنوها مليحه بهذه الطريقه. هنا لجلت لكم شويه، ما تخافوهاش لانه السميد راح يشرب
كمية تاع الماء يمتصها كامل وتحصلوا على عجينة تكون شوية خفيفة. هكذا نعجنوها قلنا مليحة هكذا بهذه الطريقة. شوفوا واش نديرو درك، نحط شوية تاع السميد هنا هكذا. شوف ناخذ كميه تاع عجينه من بعد نحلها هكذا ونتقب هنا في الوسط بهذا الشكل ونحطهم يخمروا. هكذا ونتقب بهذه الطريقة. هكذا وفي نفس الوقت خليوا الزيت تاعكم تسخن غير يخمروا شوية رايحين نقليوهم ونعسلوهم. راح نكمل هاد الحبات اللي بقاو ومباشره راح نقليو هاد الزلابيه تاعنا ونعسلوها هكذا. هنا الزيت تاعنا راهي سخنت دونك مباشره نبداو نقليو هاد الزلابيه تاعنا. كما راكم تشوفوا كيفيه سهله وبالخف راحين تحضروها كما يقولوا ناس الغرب بالخف راحين تحضروا هاد الزلابيه. قلنا نخليوهم ياخذوا اللون الذهبي ونقلبوهم بهذا الشكل من بعد مباشره في العسل. هنا راه محمارو تكوني تحصلوا على زلابيه خفيفه بزاف وفي نفس الوقت بنينه وتقدروا تزينوها باي شيء اللي يكون عندكم في الدار نوات كوكو كما شويه فستق شويه لوز. وكما قاعدين تقدموها هكذا بهذه الطريقه كذلك راح تخرج مليحه هكذا. دونك راح نفرق عليها العسل هكذا نخليهم يشربوا مليح العسل.
هكذا ونقطروها، وقلنا نزينوها بالشيء اللي يكون عندكم في الدار، يعني اي شيء تحبوا تزينوا به هذه الزلابيه تاعكم، ولا تخلوها عادي كما راهي وتقدموها. مشاهدنا الكرام راح نكمل هاد الزلابية تاعي، نكمل نعسلها، نروحوا فاصل قصير ونعاود نولي وراح نشوفوا الزلابية تاعنا حاضرة وجاهزة أمامكم، خليكم بعد هاد الفاصل. مشاهدنا الكرام الكيفية تاع نهار اليوم اللي كانت عبارة عن زلابية على الطريقة التونسية راهي أمامكم، راهي حاضرة كما راكم تشوفوا، بعد ما تاخذ اللون الذهبي نعسلوها نقطروها ونزينوها هنا بشوية تاع جوز الهند، شوية بيستاش ولا شوية فستق، الشيء اللي يكون عندكم في الدار، ولا تقدروا تقدموها على طريقتها يعني كما تخليوها وتعسلوها. إن شاء الله تكونوا تبعتوني خطوة بخطوة، جربوا هاد الزلابية ماكوش راحين تندموا عليها.